مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. حياكم الله يا عمار بيت القصيد إلى هذا العدد الجديد. إلى الأردن مجددا، وشاعرة أبدعت على وهج بيانها وكانت متألقة في مضمون رسالتها الإنسانية والأدبية، تطلعا إلى شمولية نصية إبداعية تستوعب كل جراحات الأمة، تستوعب الإنسانية جمعاء. أرادت لكلمتها أن تسافر على جناح يمامة عابرة الحدود، لا يمكن لها أن تتوقف ولا تؤمن بفكرة التأشيرة أو جواز السفر. إلى الكلمة التي تخلق الإنسان الإنسان، شاعرة هذا العدد من بيت القصيد وضيفتنا لهذا اليوم هي الشاعرة الأردنية الأستاذة أفنان الدوايمة. أهلا وسهلا بك، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد أستاذة أفنان. السلام عليكم، حتى يبلغ السلام منتهاه، السلام على من اتبع الشعر وولى وجهه شطر قلبه فأتاح لنفسه أن يكون بيتا شعريا في قصيدة ما. عادة ما تربكني البروتوكولات التقديمية، فلا يسعني إلا أن أقول شكرا صراحة. هل يفيك الشكر؟ هذه التقدمة فيها من التحلة والتجلة ما فيها، وبالطبع الشكر كبير ووفير حينما يكون من شاعرة متألقة مثل أفنان الدوايمة. في البداية، ما الذي يمثله الجرح الشعري في وجدان الشاعرة أفنان الدوايمة وأنت من شعب قدم وضحى؟ يبقى الجرح مغروسا في قلوب كل الشعراء. أنا أثق تماما بأن الشاعر يسقط على نفسه وعلى نفسه من الحزن ما يمكنه من استخدام الشعر. لذلك أجل مجروحة من الوطن، ومجروحة من الوطن الواقع المعاش، مجروحة من الأشخاص، مجروحة من الأحداث، من كل شيء في هذه الحياة. نعم، حينما نتحدث عن الوطن القصيدة والقصيدة الوطن، من يسبق من في نفس الشاعرة أفنان الدوايمة؟ القصيدة وطن أم الوطن هو القصيدة؟ أم يعني كلاهما؟ الاثنان وجهان لعملة واحدة، الوطن هو القصيدة والقصيدة هي الوطن، لا فرق بينهما. نعم، الآن نريد منك سيرة ذاتية قصيرة في غضون دقيقة ليعرف الجمهور العراقي والجمهور العربي الذي يتابع بيت القصيد على امتداد الخريطة العربية الواحدة. بدقيقة حدثينا عنك، تفضلي. أثق تماما بأن لا معرف للشاعر إلا شعره، لذلك أقول أنا كل شيء ما عداي، كل الحقائق والأكاذيب التي قد دونتني منذ أن شلت يداي، صوت المآذن، رعشة الحدث الذي يعزى إليه قرع أجراس الكنيسة ذات حين، ترنيمة في الدير أو ترتيل آيات الكتاب لمن نوى أن يستكين، دف الطبول ورقصة غجرية، أو ربما دوران صوفي على ناي حزين. هذه دوران صوفي على ناي حزين، هذه هي سيرتك الذاتية الخاصة. صحيح. إذا أردنا أن نتحدث عن الملح والحزن، هل الشاعرة أفنان الدوايمة تعتبر الملح هو أو الحزن ملح القصيدة؟ يعني خليني أكون صادقة معك وأصدقك القول بأن لولا الحزن ما كتبت يوما. نعم، طيب إذا أردنا أن نتحدث الآن عن الوجع الذي يخلق النص الشعري في وجدان الشاعر قبل أن يجود به على الورق، الحالة الشعورية العامة، لا أريد أن أتكلم عن طقوس الكتابة لا، وإنما الدافع الذي يدفعك إلى الكتابة، هل هو الغضب أم التمرد أم الحزن أم خليط منها جميعا؟ ربما تستغرب إذا قلت لك بأنها مختلفة بعض الشيء عن هذه الأمور. ما دفعني للكتابة هو البكاء، ليس البكاء الذي يسبق القول ولا البكاء الذي يتبعه، بل البكاء الذي يأتي غصة وسط القول فيمنعك من إكماله. لكننا نريد منك قصيدة افتتاحية لا حزن فيها ولا بكاء، ربما كانت تحمل وهجا من أمل. إلى القصيدة الافتتاحية ماذا ستقرأين علينا؟
للأمل ألقي عليكم قصيدة تلقين قصري في صف الحياة. تفضلي. لا شيء يفضي في النوى للمتشدد، كلمة التعفر في الثرى وقت العويل. من جديد تفضلي، أعيد القراءة من جديد. لا شيء يفضي في النوى للمستحيل، كلمة التعفر في الثرى وقت العويل. الأرض هذه لا تلم غيابنا، بل تضرم النيران في جسد الرحيل. تحنو على من خار في درب الهوى، وتحث ساقه أن تنوء عن البديل. نحن الذين إذا خبت خطواتنا سنحيلها قصرا إلى ضيق السبيل، ونقول عن لثم اشتفاه نكاية لمن أشاع الصمت فيه ثغر الدليل. يا حادي الدمع المطل على الرؤى، فعمت آثار الرجاء في المستقيل. يا حادي الدمع المطل على الرؤى، مجددا، يا حادي الدمع المطل على الرؤى، دع عنك آثار الرجاء في المستقيل. ألقم حجارك للبقاء، فإنه يلقي على كتف التقصي ما يهيل. وثق حقيقتني الباقي هنا، لا أمتطي ظهر البلوغ إلى القليل. إني فقدت عن تفكري، ودموعي باتت وحوسا مما يميل. إني مجددا لو سمحتي، أعيدي البيت الأخير تفضلي. إني انبثقت عن البزوغ تفتحا، ودمست ذات توجس مما يميل. فغدوت بيزا في انحراف صعوده، في الحيد عن رسم البيان بلا مثيل. يا ثابت الأركان في ميلانه، لا تمتثل في الضعف للحمل الثقيل. أفسح لكونك غير خلقه موضعا، ما كنت يوما في التشابه ذا قبيل. ما كنت يوما في التشابه ذا قبيل، وهذا نص فيه من الذاتية ما فيه، وينبغي أن نتوقف عنده قليلا، فهو يؤرخ لشيء من الحزن الجماعي. حزن المجموع يعيش أكثر من حزن الفرد، أم العكس، أم كلاهما له عمر محدد؟ شاعرتنا أفنان الدويمة من الأردن، تفضلي. صدقا وللأمانة من واقع تجربة أقول بأن الحزن الجمعي أعمق وأكثر اندمالا في الروح. يعني أنا لا أقول هذا محض قول، ولكن فعلا وللأمانة بعد أن جربت الحزن الفردي والحزن الجمعي، الجمعي أقوى بكثير بكثير. ما الذي يجعل شاعرة مثل أفنان الدويمة تشعر أن حريتها مقيدة؟ متى تستشعرين أن هناك قيودا على حريتك؟ القيود محيطة بي من كل الاتجاهات صراحة، سواء في العمل، سواء حتى في الشعر، سواء في الكلمة، فيما أختاره من نص، في كل شيء، في كل ما يحيط بي هناك ثمة قيود أحاول التمرد عليها بين الحين والآخر. لا أخفيك الأمر، وأحاول أن أثبت حريتي بين الحين والآخر، ولكن لا أنكر وجودها. السؤال بصيغة أخرى، وانطلاقا من العناصر التي ذكرتها، العمل، الشارع، الشعر إلى آخره، لو أردنا منك أن تنظري إلى النصف الملآن من الكأس في هذه العناصر التي ذكرتها، كيف يمكن أن تصبح إجابتك؟ إذا نظرت للنصف الملآن فأنا تفضل. شاعرة وأم وزوجة، فجأة صرت كذلك من غير سابق إنذار، وفخورة بأني في هذا العمر وصلت لهذه المرحلة، بأن أجمع بين كل شيء. ربما لا أعطي كل شيء حقه، ولكن أحاول قدر المستطاع، ولكن سعيدة بأن وصلت لهذه المراحل جميعها. جميل جدا. أيضا ماذا؟ تفضلي، لك أن تكملي إجابتك. لأنك قلت العمل، فأيضا معلمة للغة العربية. حينما نتحدث عن فكرة المعلم، معلم اللغة العربية وفكرة الشعر، هل ينبغي أن يكون كل معلم لغة عربية شاعر، أم ليس هذا بالأمر الضروري؟ طبعا ليس بالأمر الضروري، ثمة من الشعراء ما
يعني يشهر بهم كالسيف، وهم من اختصاص الطب، الهندسة من الاختصاصات العلمية. نعم. وصدقا وللأمان قلما ما أجد معلم لغة عربية شاعر، لربما لأنه يتخلى قليلا عن عفويته في الشعر أو في الكتابة، يلتزم نعم. ببعض القواعد ويلتزم ببعض الأشياء المقيدة التي تقيد الشاعر. فيما يتعلق بفكرة أنك معلمة لغة عربية، دعينا نحاول انتزاع اعتراف خاص منك. لو أردت أو قدر لك أن تلغي شيئا معين، لا أقول من اللغة العربية وإنما من أساليب تعليمها، أو شيء معين تشعرين أنه يزعج أفنان ويؤدي إلى إرباك المسيرة التعليمية، أو لا يخدم فكرة إيصال اللغة وتسهيلها أمام الآخر وتتمنين زوال هذا الشيء، ما هو هذا الشيء الذي يمثل عقبة أمام أفنان الدويمة المعلمة قبل الشاعرة؟ أكيد كمعلمة أنا صراحة أرتبك أمام مفهوم إيصال المعلومة للجامع، يعني بما معناه ثمة فروقات فردية بين الطلاب، ولكل طالب أسلوب معين في كيفية استقبال المعلومة. لذلك أن أتقيد بأسلوب واحد أمام صف يحتوي على 28 طالب مثلا، فهذا أسلوب مربك نوعا ما. لذلك أنا دائما ما أضع بصمتي بين الطلاب، دائما ما أقسمهم، الطلبة الضعاف والطلبة المتوسطون والطلبة يعني المتفوقون، وهذا ما يأخذ مني وقت ويستنزفني صراحة. نعم. لأن لكل مجموعة اختبار خاص، لكل مجموعة أوراق معاملة خاصة، أسلوب تربوي خاص. يعني فكرة التعليم الجمعي هذه بحد ذاتها تربكني، ولا أستطيع الاقتناع بها يوما ما، لن أستطيع. وفي الشعر إرباك إيجابي أيضا، ونحن نريد منك قصيدة جديدة الآن، ما هو عنوانها؟ مضمون القصيدة التي ستلقينها، لك أن تتحدث عن القصيدة قبل إلقائها بما تحبين، تفضلي، الكلمة لك والمنبر كذلك. بما أنها قصيدة معومة فهي قصيدة ناشز، لا تقبل العنونة، ولكم أن تخيلوا الحالة التي قيلت فيها. تفضلي بإلقائها إذن. يبث النبض في قلبي تباعا، ينطق في مساكنه المساعة، يبث النبض في قلبي تباعا، ليتك تعيدين القراءة لأن الصوت بدأ يتقطع قليلا. شاعرتنا أفنان الدويمة من الأردن، تفضلي من جديد بإلقاء النص. ضريبة التكنولوجيا. لا مشكلة. يبث النبض في قلبي تباعا، وينزل في مساكنه المتاعة، بلمح العين يظهر ثم يخفو، ويجهل أنني ضقت اتساعا. أنا المنفي من بلد الكلام، وأملك في مجال الصمت باعا، الله، أزج القول في غار الشفاه، لكي لا يغدو الخافي مشاعا. سلوا عني ذوي الإفصاح إني أشد اللثم إن غيري تداعى، وأبطن في متوني بيت شعر بصيت قصائد الشعراء ذاعا. جموع الغير مبتدأ ينادي بي الخبر الذي في الكون شاع، أنا اجتبت الأماني دون حد، ووجهت الذي في القلب ضاع، نصبت كمائنا للحلم قبلا، بمعتقل الفؤاد لكي أطاع، صدقت الظن في غيري وطحت، وما قل الهبوط بي ارتفاعا. الله. صدقت الظن في غيري وطحت، فما قل الهبوط بي ارتفاعا، وحين فرغت ممن كان حولي ألفت الجوف مخضرا يراعا. لفظها فوق بعد هذه الجرعة الإيجابية من الفأل والأمل، لابد أن نخرج إلى استراحة، وأيضا ستكون هذه الاستراحة شعرية، من خلالها نتعرف نحن وإياكم، شاعرتنا أفنان الدويمة من الأردن إلى جانب الجمهور الكريم، نتعرف من خلال استراحتنا على شاعر جديد ونص جديد، ما رأيك؟ أكيد، بكل تأكيد. وليكن إذن. مشاهدينا الكرام، إذن نخرج الآن وإياكم إلى فقرة قصيدة للوطن، ومن ثم نعود للاستماع للمزيد
من أشعار ضيفتنا، ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. معي أرض وبي قلق، خلعتهن لأمشي كالرياح سدى. زادي من السفر البدعي أسئلة جوعى وأجوبة لم تكتشف أمدا. لكل شيخ براق ظل يرشده، ولي براق سيجري في دمي كمدا. سئمت مصدمة الأولى وسحت أن أرنو إلى الدرع، غير الدمع لن أجدا. عند الدجا قمت نحو النور منتشلا، ما بين قوسين أو أدنى سيوف هدى. يا سلام. عند الدجا قمت نحو النور منتشلا، ما بين قوسين أو أدنى سيوف هدى. يسيل مني دم دمع وقافية وأحرف مرة تدنو لأبتعدا. يسيل مني دم دمع وقافية وأحرف مرة تدنو لأبتعدا. تمر بي صورة الأولى أخاطبها تقول موعدنا في اللحظتين غدا. هناك حاولت أن أحيا بلا وجع، فقال يا صاحي كنا قبل أن تلدا. تمر بي صورة الأولى أخاطبها تقول موعدنا في اللحظتين غدا. هناك حاولت أن أحيا بلا وجع، فقال يا صاحي كنا قبل أن تلدا. بحثت عني مليا في جوار دمي، فلم أجد غير طيف كان لي جسدا. بنصف عين أرى الدنيا مسافرة، والنفس تهرب حتى لا أرى أمدا. وعندما استيقظ الألواح نحو غد، غد جميل فحظي ها هنا رقدا. وعندما استيقظ الألواح نحو غد، غد جميل فحظي ها هنا رقدا. أرجوك يا رب هذه الأرض مشكلة، أكلما اشتد جوعي ألتقي زبدا. يا رب هذه الأرض مشكلة، أكلما اشتد جوعي ألتقي زبدا. شوقي سيبتكر المنفى، وثم يرى حجم التناقض في التكوين محتشدا. شكرا لكل الذين استنزفوا ألما، وكل من صنعوا من خيبر أحدا. لكل الذين استنزفوا ألما، وكل من صنعوا من خيبر وحدا. قدمت كي أعصر الليمون في قلقي، حاول من حيث قلبي يعصر الكبدا. قدمت كي أعصر الليمون في قلقي، حاولت من حيث قلبي يعصر الكبدا. في عتمة الأرض كم فجرت قنبلة من الحنان لأعطي للفضاء مدى. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، لا نزال في رحاب هذا العدد المتميز من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. ولمن التحق بنا في هذه اللحظات، ضيفة هذا العدد معنا من الأردن عبر سكايب الشاعرة الأردنية الأستاذة أفنان الدوايمة. شاعرتنا أفنان إن صحت التسمية ونقول هي اعترافات صريحة من الشاعرة على الهواء مباشرة. أيهما تفضلين أكثر، أن تقرأ الشعر أمام الجمهور أم أن تستمعي للشعر من الشعراء؟
أمام الجمهور بصراحة؟ في بداياتي كنت أستمع مستمعة جيدة للشعر، الآن لا أعلم لماذا توجه الموضوع للسماع النقدي، يعني أقتنص الأخطاء دائما في سمعي. لذلك أنا أكون صريحة معك جدا، كل شاعر كاذب إذا لم يقل بأنه لا يفضل المنصة لكي يلقي الشعر. نعم، لا يمكن أو لا تخافي من أن يصنف بعضهم هذا التوجه أو هذه الإجابة بأنها ضرب من ضروب ربما النرجسية وحب الذات بشكل مبالغ به قليلا؟ يعني حتى أكون صادقة معك، بما أنها اعترافات، شاعرة كمثلي واجهت في بدايتها من الرفض ما واجهت، حتى قيل بأني مفلسة أدبيا في أول مرة صعدت فيها للمنصة. لا تخشى النرجسية الآن. لو أردت أسألك سؤالا مختلفا، كيف تبحثين عن الخلود شعرا؟ هل لديك فكرة أو رؤيوية معينة؟ أم أنك تتركينها للحياة والزمن؟ الخلود شعرا، يعني أنت جئت إلى المنطقة الحساسة نوعا ما في قلبي. الخلود شعرا يكمن في ثغر طفلي آزاد، لذلك أنا دائما ما أحاول أن ألقي الشعر على مسامعه علّه يكون خالدا في نفسه. نعم، آزاد هذا الطفل الذي خرج إلى الشارع فجأة وبات يضرب كرة القدم أمام الآخرين لأول مرة، والكل حوله مشدوهون يراقبونه بعين يعني مندهشة. هل هي ذاتها دهشة الشعر، أم دهشة الأم تجاه ولدها تكون مختلفة؟ أم من الممكن أن يكون الولد أيضا هي أجمل القصائد التي يكتبها الأب أو الأم الشاعر؟ صدقا وللأمانة كنت أعتقد بأن ديواني الشعري الأول طواف حول الثبات سيكون أعظم إنتاج لي في حياتي كلها، ولكن عندما مسك طفلي آزاد وهو لا يتجاوز 700 جرام طرف إصبعي في فداج، أيقنت تماما بأنه الإنتاج الأعظم. إذا أردنا أن نتحدث الآن عن آزاد وهو يعني الحرية، هل هذا ما قصدته الشاعرة، أنها أرادت لابنها أن يعيش حرا، أم دون ذا أو غير ذلك، أم أن هناك للفكرة عمق أوسع وتودين كشفه في هذه الحلقة أيضا من باب الاعترافات المستمرة؟ آزاد بحد ذاته فكرة، وأريد له أن ينطلق بكل المجالات، أن يحدد ماذا يريد أن يكون هو. لا أريد لأي أحد أن يلقنه أي شيء. لذلك عندما قيل لي لا تخرجيه للشارع أخرجته، عندما قيل لي لا تسمعيه الشعر وهو في هذا العمر أسمعته. أريد له أن يكون نفسه فقط لا غير. نعم، إذا أردنا أن نتحدث الآن عن فكرة الخوف من الغد، يعني الأم العربية دائما تعيش حالة من الارتباك الدائم، حالة من اللا استقرار النفسي والمعيشي بسبب الظروف المحيطة في أكثر من بلد عربي. هل هناك مخاوف تحثك كأم أحيانا على كتابة بعض نصوص فيها نوع من التوصية، ليس فقط لابنك وإنما لكل من يستشرفون المستقبل ويفكرون بالغد؟ الخوف دائما حاضر في نفس الأم، لماذا باعتقادك؟ لأنها أم، لأنها تخلف ما وراءها، ما تخلف من القلق على أبنائها وعلى مستقبل أبنائها. وحتى أكون يعني أكثر توضيحا، كل أم عربية تتسم بالقلق، يعني ثمة حالة عدم ثقة بيننا وبين ما سيأتي، لأننا نشعر بأنه سبحان الله النظرة التشاؤمية هاي هي نظرة متوارثة عبر الأجيال لكل الأمهات العربيات. لذلك دائما ما نستعيب من الآتي، أود أن يعني أفعل ما أفعله في هذه اللحظات لأني على خشية من أني قد ربما لا أستطيع فعل ما يتوجب علي فعله في المستقبل لطفلي، لعائلتي، لمستقبلي. يعني ثمة أتوقع من القلق ما يتردد في أوتار صوتي ما ينبئكم عن كمية القلق وعدم الثقة بالآتي. نعم، بعيدا عن هذا القلق، نريد يعني أن نوطن النفوس التي تتابع الشاعرة أفنان الآن
نوطنها بشيء من الأمل وبشيء من الأمن والطمأنينة، وإن كان الطمأنينة من خلال بعض الأبيات الشعرية، إلى قصيدة جديدة وربما تكون يعني مزهوة بالأمل ومزهرة بشيء من أشعة الشمس المرتقبة. ماذا ستقرأين علينا هذه المرة؟ أقرأ لك للوطن، بما أنك قد أتيت على ذكر الوطن. تفضل. وقلنا بأن الوطن هو الأم، وبما أنني أم، محض رد لا أكثر للذي قال يوما بأن الكبار يموتون والصغار سينسون، رددت عليه بهذه القصيدة. نعم. أتحسب أنك الأبصر؟ تحسب أنك الأبصر وتدرك ما ورائيات أنفسنا وتقرأ كفنا الأبتر؟ أسأت الظن لم تفلح، كنت الخاسئ الأكبر. أسأت الظن لم تفلح وكنت الخاسر الأكبر. أعيدي، تفضلي. أسأت الظن لم تفلح وكنت الخاسر الأكبر، لأن من جديد على ما يبدو أن التكنولوجيا مصرة أن تكون خصيمة لك في هذا المساء شاعرتنا أفنان. من جديد، لأن لم نكن يوما ذيول لهيب ثورتهم أو الفتان في نوم تكاد تنفق الدقماء إذ للسلم تحفو، لأن لم نكن أبدا بسيقان وتب غرور العمر أو تكبو، لعمرك أننا جيل سيقطع دابر الأنفاس إن كان القنوط الهش منها وحده يزفر. أتحسب أنك الأبصر ومهما أصبح الخذلان في يده ينادينا، يكفن حلمنا حيا، يواري الضوء عن أنظار عودتنا، محال أن يمس الصمت وقع الخطو في أقدام ثورتنا، لأن الصمت لا يغفر. أتحسب أنك الأبصر؟ أنا يا أنت لي وطن برغم البعد آلفه، ولي في أرضه أثر ورثته عن أبي شرعة، يواجه ريحه عار من التحصين متعظا عن الإذعان للأعوام إذ تلقي أوامرها بأن يمحى، يقلم يبسه عاما بتلو العام كي يبقى فتيا قلبه أخطر، أن تري سيبقى في السرى غطا ولن يبقى. لفظ أفوك شاعرتنا أفنان، كلميني عن فكرة فلسطين، الوطن التوأم للأردن، وطنك. ماذا تعني فلسطين بالنسبة للأردنيين بشكل عام؟ نحن نعي جيدا أنها القضية التي يحملونها بصورة لا تقل أبدا عن أبناء هذه القضية. تفضل. حتى أبسط الموضوع جدا، يعني أنا لست بصدد إعطاء كلام مثالي عن الأردن وفلسطين، ولكن سوف أطرح لك مثالاً من الواقع المعاش الآن. تفضلي. القنوات التلفزيونية الأردنية عندما تطرح، وهو الشاغر الأكبر للقنوات الآن الكورونا، وباء الكورونا، عندما تطرح مستجدات هذا المرض فإنها ترفق دوناً عن الدول العربية تقرير تفصيلي عن فلسطين في كل القنوات الأردنية. هذا أولاً. ثانياً، عندما قامت مذيعة أردنية، لست بصدد الآن طرح اسمها على الهواء، وإنما زلت لسان أخطأت بحق أبناء غزة، كل الشعب الأردني قام بثورة عارمة عليها، لم ينتظر الرد من الشارع الفلسطيني أو رجال غزة الذين هم أكبر من أن تطلق عليهم لفظة كما قيلت، سواء كانت لزلة لسان أو من باب الشهرة لا أدري صراحة. كل الشارع الأردني، كل منصات التواصل الاجتماعي قامت ضد هذه المذيعة، يعني كم الالتحام فقط في هذه المحنة
يبشر بأننا لم نكن يوما بلدين. نعم تابعنا ذلك جيدا. نعم هذا الحب للوطن الدائم في نفس الشاعرة والشعور بالانتماء إلى القضية الأم طبعا ليس حكرا فقط على الأردن وإنما هو حاضر في مختلف أوطاننا العربية بما فيها حتى العراق، وكذلك أيضا مشروع قناة الرافدين دائما تتابع أحداث فلسطين لحظة بلحظة وتعدها قضية توأم لقضية الشعب العراقي. على أي حال سنواصل لهذه الجرع من الجمال الشعري المستمرة رفقتك شاعرتنا أفنان، ولكن لابد أن نتوقف الآن عند فاصل قصير، ما رأيك؟ أكيد أنا معك وين ما كنت. تمام إذا مشاهدينا الكرام نخرج الآن على عجالة إلى فاصل قصير ومن ثم نعود لاستكمال ما تبقى من عدد هذا المساء من بيت القصيد، لا تذهبوا بعيدا ابقوا معنا. ما زلنا معكم في هذه الحلقة من بيت القصيد مشاهدينا الكرام في كل مكان في العراق على امتداد الخريطة العربية الواحدة، ولمن التحق بنا في هذه اللحظات نذكركم ضيفة هذا العدد عبر سكايب من الأردن معنا الشاعرة الأردنية أفنان الدوايمة. أهلا بك أفنان مجددا. أهلا بكم جميعا مجددا. أفنان مباشرة إلى القصيدة الجديدة، ماذا ستقرأين علينا؟ إلى الشعر وبلا مقدمات، لا منا ولا منك. بما أنك اتهمتني بالذاتية في بداية اللقاء، هذا ليس اتهاماً وإنما استنتاج. سأكمل على هذا النهج. تفضلي. سؤال وجودي، إلى ما الوقت يجلدني بصوت الريب، عفواً سؤال وجودي، إلى ما سأمحى عن الصفحات، إلى ما سأمحى عن الصفحات وأحرص أن لا أراك في المرايا، أشيح بوجهي عن القارئين ملامح بوحي وأطمس معلم روحي بذاتي، إلى ما أروض رفضي ليدنو بطور الرضوخ إلى الأزمات، أحيل الحكايا بكراس ثغري إلى الريح تغدو بفعل الزمان متونه سربا وضل المسالك يحاول، أحيل الحكاية بكراس ثغري إلى الريح تغدو بفعل الزمان متونه ثربا وضل المسالك بات قد كطير يحاول شق السماء مرارا ليبقى الذي سار للمعجزات، لماذا أساوم ناري على الخبو بردا إذا ما انتفضت على النائبات، يظل العشي بجوفي يلوح ما من سبيل على مد ساقه يجمع بينه ذات وصال وبين الغدات، أنا في فؤادي الكثير ليبقى على أهبة مبضئ قال آتي، فيخفق ما يستطيع ليقوى على درء ريبه مما يؤاتي. الله لا فض فوك شاعرتنا أفنان، يعني هذه المشاعر التي يعني يكتنف بها الحزن والوجع وربما فيها أيضا من الضياع ما فيها، ويحث المتلقي على محاولة تتبع الكاتب وإلى أي نقطة من نقاط الضوء يود أن يرشده ويوجهه، وكأنها رحلة الضياع التي تقود الآخرين إلى بوابة النجاة، وكأننا اليوم أمام عبارة تقرأ بشكل مختلف، كان يقال فاقد الشيء لا يعطيه، لكن هذا النص يقول أيضا إن فاقد الشيء قد يعطيه كذلك. أنا ضد هذا القول قلبا وقالبا، دائما ما كنت أثور على هذا القول فاقد الشيء لا يعطيه،
فاقد الشيء هو أصدق من يعطي، من يتجرع مذاق الحرمان هو الذي يعطي بصدق. أحسنتي. الآن أستاذة أفنان سنتحدث بشكل مختلف قليلا، يعني هناك ظروف معينة تحكم العالم، من يدري يعني مرت أيام صعبة وربما تمر أيام لا تقل صعوبة عنها، نحن طبعا نتمنى للإنسانية كل الإنسانية للمسلمين والعرب وكل من هو حريص على طمأنينة الآخر، نتمنى له يعني كل استقرار وأمن وأمان وسلامة واطمئنان. هناك ظروف صعبة تمر بها يعني السكان أو يمر بها سكان هذه البسيطة ككل، ما بين الحجر المنزلي وما بين الحجر الشعري إن صح التعبير، أيهما أصعب وقعا في نفس الشاعرة؟ أفنان الدوايمة لك حرية الإجابة كما تحبين. بداية نحن نتمنى من الله عز وجل أن يذهب البلاء عن كافة أقطار هذا الكوكب. أنا لا أحب أن أكون إنسانة تشاؤمية، وأيضا لا أود أن أكون ترويضية. نحن أمام مشكلة كبيرة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. بداية بين الحجر المنزلي والحجر الشعري، الحجر المنزلي، الحجر المنزلي ممكن معالجته، لكن الحجر الشعري في قلب الشاعر يعني هاي مصيبة عظمى. الحجر المنزلي أنا بالنسبة إلي يعني دائما ما أقول إنه أنا ديكارتية المنهج. نعم. أنا أفكر إذا أنا موجود ممكن أخلق 100 وسيلة للترفيه، ممكن أخلق 100 وسيلة للاستمتاع بالحجر المنزلي، لكن الحجر الشعري هاي يعني كارثة عظمى في قلب الشاعر. نعم، نتمنى ألا تحط مثل هذه الكوارث في قلب الشاعر صاحب المشروع وحامل هم القضية. خذينا إلى قصيدة من قصائدك التي تودين إلقاءها علينا الآن، إلى الشعر مجددا، تفضلي أستاذة أفنان. الشعر مجددا، أقول قصيدة تصبح مدسوسة في فم عربي. نعم. هذه القرى بالوقت من أوحى لها بالعقربين بدت خلق مخالفها، هذه القرى بالوقت من أوحى لها بالعقربين بدت لطلط محالها، هذه القرى عبثا أسائل حيرتي ماذا رأت كي تستعيذ مآلها. أستاذ أفنان لك أن تحرري يدك، لك أن تحرري يدك من الإمساك بسماعة الهاتف وتعيدي إلقاء النص من جديد حتى نستمتع بهذا الأداء الجميل وهذا النص الأجمل من جديد، تفضلي. أخجلتني طبعا. تفضلي. هذه القرى بالوقت من أوحى لها بالعقربين بدت لطلط محالها، هذه القرى عبثا أسائل حيرتي ماذا رأت كي تستعيذ مآلها، من وطن التضليل في أجواتها ونفى الهدى حتى أتت أحمالها، من هز جذع الريب في خلجاتها حتى تساقط فوقها ما هالها، من أطفأ القبس الذي في خطوها حتى تخبط ما عليه بما لها، من قص في أذن المدى رؤياه من صدق الرؤى وقد احتوت أهوالها وأشاح عن متن الوطية وجه حين اشتهى تفاحة ما طالها، وأشاح عن متن الوطية وجهه حين اشتهى تفاحة ما طالها، هبني جوابا في القصيدة واحدة يا ابن الورى حتى أرد سؤالها، أمسى الظلام على المسالك مطبقا أفنى خطاي عن الوصول أحالها، أن انثنت أطراف ساحات التلاقي جاء أمر أن تقد وصالها، أو أينما لاح السبيل لرقها استن الضباب لكي يقد وصالها، قد قالها متن النبوءة مرة هذه البلاد ستقتفي أطلالها، تبع عجاف
وما سيأتي أعظم، إني لأرجم بالدعاء إقبالها. وهنا أشير بتأثري العميق برائعة محمد عبد الباري، ما لم تقله زرقاء اليمامة. نعم. فالشكر له لكي يأتي هذا الوليد الشعري. من الجميل أن يكون هناك نص ملهم. هل أنت مؤمنة بفكرة أن هناك نصوصا ملهمة أم شعراء ملهمين، أم من الممكن وفرة الاثنين معا؟ شخصيا أفضل تمجيد النص لا تمجيد الشعر. الشعر يمكن أن يخطئ، ولكن يمكن أن يكون النص عظيم. أحسنتي. الآن سنذهب إلى أسئلة مختلفة نوعا ما، ولكن قبل أن أذهب إلى فكرة الخمس كلمات سأطرح عليك استفسارا. هناك من الشعراء من يعني يستعظم في نفسه أن يعترف بأنه تأثر بفلان أو فلان من الشعراء، وقلما نجد أن بالشعراء من ينسب الفضل إلى سين أو صاد من الشعراء أنه كان سببا بكتابته نصا أو سببا بتألقه بتطور تجربته. باعتقادك لماذا أحيانا نجد شعراء لا يشبهون ما يكتبون من ناحية يعني من ناحية قيمية وتربوية وتعاملية؟ هذا ما ينطبق على للأسف على الكثير من الشعراء. لذلك أنا أعتبر بأن الوسط الثقافي وسط مزيف صراحة إن صدق القول. من قال هلك القوم فهو أهلكهم أستاذة أفنان. لماذا يعني لماذا ترمين هذا الوسط بالزيف، مع العلم أن فيه الكثير من يعني اللمعان، من الإبهار، من الجودة، فيه الكثير يعني من المبدعين الحقيقيين؟ ما المزيف بالضبط؟ ربما كان هناك شيء تريدين التركيز عليه. التزييف بحد ذاته ليس بالوسط الثقافي، حتى نكون واضحين. نعم. بكل الأوصاف بكل المجالات يوجد زيف، ونحن لا نعوم، إنما نقول بأنه موجود. نعم. أنا كأفنان دائما وأبدا أنسب الفضل إلى أهلي، حتى وإن كان صاحب الفضل قد جرحني. بداية اللقاء قلت لك بأنني قد رميت بكلمة في بداياتي أول صعود لي على المنصة. تلفظ أحد الشعراء الذين أعتز بصداقتهم الآن وقال بأنني مفلسة أدبيا، ووقتها بكيت ما بكيت، يعني كنت لازلت أحبو على عتبات الشعر، وأنا الآن لازلت أحبو على عتبات الشعر. ولكن فعلا وللأمانة كلمة الشاعر مظهر عاصف جعلت عندي من الروح التنافسية ما تجعلني أقرأ، ما تجعلني أحب التطور، ما تجعلني الآن أختلف 180 درجة عن أفنان التي في أول صعود لها للمنصة. أراك ذكرتي اسمه على سبيل الشكر، يعني أنه كان سبباً بتخليق حالة الإصرار والتوهج الشعري داخلك، ومن هنا نحن أيضاً نطير تحايا للشاعر مظهر عاصف ولكل الشعراء الأردنيين حملت القضايا وهم الرسالة الإنسانية خالدة، ولكل شاعر صاحب قضية تبحث عن الحرية. الآن سأطرح عليك خمسة مفردات وتعطيني يعني إجابة أو تفسير لكل مفردة من تلقاء نفسك حسب شعورك، بعيدا عن المعنى المتداول والمعروف ما بين الناس. ماذا يمثل لك الضوء في حياتك؟ العدو. الضوء هو العدو؟ العدو الأكبر لأفنان. أنا دائما ما أجد نفسي في العتمة، لا يمكن أن أفكر إلا في العتمة، لا يمكن أن أتخذ أي قرار إلا في العتمة. أنا واثق أن الكثير ممن يتابعون هذه الحلقة شعروا بالذهول ربما أكثر مني. إلى الكلمة التالية، البصمة. خطأ شائع البصمة، أنا ضد البصمة في كل حالاتها، لا يمكن للإنسان أن تؤخذ عليه بصمة واحدة. لماذا لا تنظرين إلى الجانب المشرق من الفكرة؟ لا أثق بهذا الأصبع، لي بصمات أخرى مختلفة. لماذا تنظرين لفكرة البصمة بشكلها المادي؟ يعني انظري لها بشكل مجازي، ربما قصدنا مثلا الأثر والجهد وما يظل وما يورثه الإنسان. جهد ابني آزاد، هذه بصمة أيضا. دائما ما أمجد ابني آزاد لأن آزاد هنا. القافية. القافية صديق الشاعر، صديق الشاعر الذي
يعني صديق افنان. الحمد لله انك الحمد لله انك لم تجيبي بشكل فيه قنوط فتقولي القافية هي الموت. طيب لا نذهب لا. الى سؤال رابع. الام هذا الشعور الذي ياتي على غفلة. التراب. الام اجمل شعور في الكون. التراب. نعم. الحياة والممات. للأسف نفد الوقت سريعاً، لم يتبقى معنا إلا 3 دقائق. شاعرتنا أفنان، إذا كان معك نص قصير لك أن تجعلي منه مسكة ختام هذا العدد، تفضلي. أكيد طبعاً. أضغاث صحب أثرت ليلي واتبعت هواجسي وسردت أحلامي لصحو بائس وضممت ذاتي ضمة أدنو بها للعلم بي إن ما كشفت دسائسي. فتحت في سطور مهابة ممن أراد النيل من متنفسي. هذا وما أريد. لك أن تعيد البيت الأخير. لو تعيد البيت الأخير على ما سمعنا. ماذا لدي وما أريد ومن أنا؟ معطن فؤادي في الهوى أم نرجسي حدس يقود السير في درب الرؤى أم أنها في الصدر محض وساوسي؟ أبكي التعثر والضياء يلفني لأسير آناء الظلام الدامس وأشيح وجهي عن ملامح خلوتي لأطيل عيني في الفراغ العابس. ما ضرني جهل البرية إنما أضنى فؤادي ماكث في مجالسي. قرأ الغلاف على مسامع عتمه وهو الذي للمتن لم يتحسسي. قد تاقني للبوح أرفع ردنه ومضى يقول بأنه لم يلبسي. أن كيف لا وأنا ادثرت بثوبه لملمتني ورددت عين العسعس والضبط نبضي فوق رف فؤاده وأضفت بهجته إلى ما أكتسي. إن شاء أضحيت الهطول بقحطه أو كنت مهما سرى بفوق اليابس. يا ليت عين أبصرت شفتيه إن كأسي كان جفنا يحتسي. يا ليت الحياة. يا ليت مجددا. يا ليت عيني أبصرت شفتيه إن من كأس إفكه كان جهرا يحتسي. بث الحياة بداخلي وأماتني من ثم نكل آيتي بكنائس. جميل جدا لفظة فوكي، وهذه خاتمة كلها مسك يعني، وتحث المتلقي على أن يصارع هذا الوسواس في ذاته حتى يكتشف ذاته وأن لا يعدم الأمل. في الختام لابد من رسالة بوقت قصير، أمنحك نصف دقيقة. شاعرتنا أفنان الدويمة من الأردن، رسالة إلى الأردن الذي تحبين، إلى العراق، إلى الأمة العربية جمعاء، إلى الإنسانية، ماذا عساك قائلة في ختام هذا العدد من بيت القصيد؟ تفضلي. أصمدوا أصمدوا في الصمود وحده النجاة. نحن أقوى من كل الأوبئة التي مرت على التاريخ. نحن أقوى من كل الاحتلالات، من كل الأزمات التي قمنا بتخطيها بإذن الله تعالى. في الصبر النجاة وفي الصمود النجاة. نحن دائما كنا شعب واحد وسنبقى شعب واحد. هذا الوباء وحدنا قدر الإمكان، لذا سنبقى متحدين بإذن الله تعالى. للعراق الحبيب وخزة في القلب، لفلسطين كل القلب، للأردن كل الروح. يعني ماذا أقول، الوطن العربي بأكمله يمثلني. رسالة جامعة مانعة كلها إيجابية، الحمد لله أن الخاتمة كان فيها من الإيجابية والأمل ما فيها، بعيدا عن النظرة التي فيها شيء من اليأس، وربما هذا مبرر في تجربتك الشعرية وفي إحساسك الشعوري. شاعرتنا أفنان الدوائمة للأسف نفد الوقت، من يدري ربما كانت الحياة كريمة لاحقا بالقدر الذي يتيح لنا تكرار مثل هذه اللقاءات الشائقة والممتعة. إن شاء الله تعالى. كل الشكر لك أستاذ مصطفى مطر، للقائمين على هذا البرنامج، لهذه الفرصة التي سنحت لي بأن ألتقيك عبر هذه الشاشة. شكرا لك. شكرا لك.
مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم الشعري الأسبوعي بيت القصيد. في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر. كل التحية إلى الشاعرة أفنان الدويمة التي كانت معنا في هذه الحلقة. موعدنا وإياكم يتجدد الأسبوع القادم، وحتى ذلك الموعد لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله. إلى اللقاء.